السيسي يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل انطلاق مونديال روسيا. رئيس الوزراء المكلف يواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. ووزارة المالية تعلن صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيا الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك. مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم. نشرة الأخبار. أعرب الرئيس السيسي عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم روسيا 2018. وخلال استقباله أعضاء بعثة المنتخب بحضور وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، أكد الرئيس ثقته الكاملة في إدراك البعثة لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مطالبا جميع أفرادها ببذل أقصى الجهد لإسعاد المصريين. كما شدد السيسي على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها. كما اطمأن الرئيس خلال لقاء على الحالة الصحية للاعب الدولي محمد صلاح الذي أكد أن حالته تتحسن بنحو ملحوظ وفي طريقه للتمثل للشفاء. من جانبهم عهد أعضاء بعثة المنتخب الوطني الرئيس على تقديم أفضل ما لديهم خلال المونديال. كما أكد المدير الفني هكتور كوبر أن الفريق على أعلى درجات الاستعداد لإدخال الفرحة على قلوب الشعب المصري. يواصل رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك تمهيدا لعرض الأسماء على البرلمان يومي الأحد والاثنين، وسط توقعات بتعديل قد يشمل 10 حقائب. ووفق مصادر، فسينتهي مدبولي من مقابلات الوزراء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية خلال ساعات على أقصى تقدير. تحديات عديدة في المجالات كافة، الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، في انتظار الحكومة الجديدة. فالمرحلة الراهنة والصعبة فرضتها ظروف دولية والإقليمية والداخلية التي مرت بها البلاد، فما بين مكافحة الإرهاب وتثبيت أركان اقتصاد تنافسي قوي، تقف الحكومة الجديدة على الأعتاب. إرث ثقيل في انتظار الحكومة الجديدة، فالتحديات الاقتصادية والأمنية تفرض نفسها بقوة على الساحة المصرية. فبعد أن أرست الحكومة السابقة دعائم استراتيجية التنمية والتي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي بحلول عام 2030 بالإضافة إلى بسط الأمن في ربوع الوطن، تقف الحكومة الجديدة في مفترق الطرق نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطن. التحدي الاقتصادي يعد التحدي الأكبر للحكومة القادمة، حيث يشكل الاقتصاد تحولا فارقا توجته الإصلاحات التي تركت تأثيرات إيجابية على القطاعات كافة. فالحكومة الجديدة لا يوجد سبيل أمامها سوى تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي تنتهجها مصر خلال الأونات الأخيرة. ويعد جذب الاستثمارات الأجنبية وملف التصنيع المحلي من أهم الملفات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة لزيادة معدلات النمو من خلال المساهمة في زيادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة في ظل قانون الاستثمار الجديد وتفعيل منظومة مراكز خدمة المستثمرين وإطلاق الحكومة للخريطة الاستثمارية بمصر. الأسعار والتي شهدت ارتفاعا كبيرا تنتظر الحلول من الحكومة الجديدة، الأمر الذي أصبح يمثل عبئا ثقيلا على الأسرة المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدود الدخل. ورغم جهود الحكومة السابقة بالعمل على ضبط الأسواق والأسعار، استمر الغلاء. مكافحة الإرهاب وتحديدا في شبه جزيرة سيناء أكبر التحديات وأكثرها خطورة والتي تواجه مصر بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، ما يتطلب العمل على الحد منه ومكافحته. وبما أن التنمية تعد عنصرا في مواجهة الإرهاب، فينتظر الحكومة الجديدة الاستمرار في تنفيذ مشروع التنمية الشاملة والذي يستهدف إنجاز المشروعات الموضوعة ضمن خطة تنمية وتعمير سيناء.
وفي طليعة التحديات أيضا والتي تحتاج إلى خطة تعامل عاجلة وشاملة من الحكومة الجديدة، تأتي ملفات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتي تحتاج جهدا وتمويلا كبيرين لتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المجالات، إضافة إلى ملف قطاع السياحة الذي عانى خلال الفترة الأخيرة من التراجع، لتمثل عودة السياحة الروسية وتفعيل برنامج رحلة العائلة المقدسة واستقرار الأوضاع الأمنية وتطوير المنظومة الأمنية في المطارات، تمثل جميعها عوامل قوية ومطلوبة لاستعادة السياحة المصرية لمكانتها العالمية. التحديات الداخلية تتقدمها الحاجة إلى إحراز تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، فالزيادة السكانية تحد آخر للحكومة الجديدة. ففي ظل هذه التحديات ومواجهة عبء دعم الوقود، تواجه الحكومة تحديا أكبر وهو مواجهة الزيادة السكانية وتوفير الوظائف حتى لا تقع في أزمة البطالة. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف بتسيير أعمال الحكومة قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات في وزارة الطيران المدني برئاسة وزير الطيران. وتضمن القرار أن يكون بعضوية كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس القطاع المالي والتجاري بوزارة الطيران ورئيس سلطة الطيران المدني وأربعة من ذوي الخبرة يختارهم وزير الطيران. أعلنت وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 من يونيو الجاري لمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة إن القرار يستفيد منه 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم لمناسبة الأعياد، مؤكدا أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية. قررت محكمة جناية الجيزة تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنيفية السابق لاتهامه في قضية رشوة إلى جلسة 7 من يوليو المقبل لطلبات الدفاع. ويواجه محافظ المنوفي السابق وآخران اتهامات بتقاضي رشوة تقدر ب 27 مليونا ونحو نصف المليون جنيه مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستحقات المالية. قال دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية شرف مصر بإنجازاته في القطاعات كافة على محافظة الغربية. وخلال زيارة عبد العال إلى الغربية أشاد بنواب المحافظة الذين يجمعون بين الخبرة والوحدة فيما بينهم. هذا وأهدى محافظ الغربية درع المحافظة لرئيس مجلس النواب. كما شهد عبد العال مناقشة رسالة ماجستير للباحث فتحي ندى الأستاذ في كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا وعضو مجلس النواب. وخلال الجلسة أكد عبد العال أن مصر ستحصد ثمار التنمية في المستقبل القريب. أتمنى لكم ولمصر كل التوفيق وكل السداد والنجاح عشان مصر قوية حرة مستقلة تبني وتعمر تنشد السلام وتتجه نحو الرخاء والمستقبل أفضل. المستقبل أفضل، الأيام الصعبة طويت تماما، وأعتقد في الأيام القادمة سنبني الثمار. لا تتعجلوا قطف الثمار، ولكن نحن نرغب في أن تكون الثمار قد أشتملت في مدها لكي تعود الخير على العربية. قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام يأتي ترسيخا لأحكام الدستور، وأضاف أن مواد القانون تمت صياغتها بشكل متوازن لتفعيل اختصاصات الهيئة الإعلامية وتحضي أوجه الالتباس والتداخل. وأكد جبر أن التطبيق العملي لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016 شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون في غير سياقها، وهو ما تم تلافيه في مشروع القانون الجديد.
إلى ذلك قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد سيعاقب كل من تعدى على صحفي أو إعلامي بسبب عمله. وأضاف هيكل في تصريحات صحفية أن العقوبات ستتراوح بين الحبس وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 20 أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشار هيكل إلى أن مشروع القانون ألزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بإنشاء صناديق ضد العجز والبطالة، وألزم جميع الصحف بما فيها الصحف الحزبية أن تودع مبالغ تأمينية لسداد حقوق الدائنين في حال توقف الصحيفة عن الصدور. أعلن محافظ الشرقية خالد سعيد أن إجمالية كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 523,117 طنا و131 كيلو قمح. وأشار المحافظ إلى أن التوريد اليوم من الأقماح بلغ 150 طنا و387 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغ 381,846 فدانة. أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشؤون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها الأقماح الجديدة. فاصل قصير ثم بأمر الله نعود. أهلا بكم مرة أخرى. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في كندا بحثت التهديد الإيراني إضافة إلى الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لافتا في مؤتمر صحفي على هامش القمة إلى أن الهدف الرئيس للقائه المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية هو نزع السلاح النووي، واصفا لقائهما بأنه مهمة للسلام. بعد دقائق قليلة سأكون في طريقي للسنغافورة في مهمة للسلام، وأحمل في قلبي رغبة ملايين البشر في العالم لنزع السلاح النووي، وأعتقد أن كوريا الشمالية ستكون مكانا رائعا بعد ذلك، ونحن نقدر كل ما يحدث ونثمن كل شيء يتم مع كوريا الشمالية، وهو عمل يتم بشكل جيد جدا حتى الآن، ولنرى ما سيحدث. سأغادر فور انتهاء هذا المؤتمر، وأنا أتطلع لعقد هذا اللقاء، وأعتقد أن هذا اللقاء هو أيضا هام لكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية واليابان والولايات المتحدة وباقي العالم سيحدث. وقد أشاد ترامب بالقمة التي عقدت بكندا وصفا إياها بالناجحة، وأضاف أن الأولوية في المحادثات التي شهدتها القمة كانت للمسائل التجارية، موضحا أن الولايات المتحدة منحت مزايا كبيرة لشركائها طيلة عقود من الزمن ولا يمكن الاستمرار في نفس النهج. تحدثنا في تلك القمة عن العديد من الفرص والتحديات التي تواجه دولنا. كان على رأس تلك التحديات موضوع التجارة، وهو موضوع شديد الأهمية، لأن الولايات المتحدة كانت مستغلة لعقود طويلة، ولا يمكن تحمل هذا أكثر من ذلك. ولا ألقي باللوم على الدول، ولكني ألقي باللوم على الرؤساء السابقين والإدارات السابقة. ولهذا تحدثنا عن إقرار مبدأ المعاملة بالمثل، ونتوقع من باقي الدول أن تتيح لمنتجاتنا الدخول في أسواقها كما نسمح لهم بالدخول في أسواقنا. قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن كندا لن تغير موقفها فيما يتعلق بالتعريفة الجمركية الأمريكية التي اعتبرتها غير قانونية على واردات الصلب والألومنيوم. وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية أنها ناقشت مع الممثل التجاري الأمريكي اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا، كذلك الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إمكانية عقد لقائهما. كان الرئيس الروسي بوتين قال في وقت سابق إن إجراء حوار مع ترامب يمكن أن يكون بناء. وأشار بيان الكرملين إلى أن العاصمة النمساوية فيينا يمكن أن تكون مقرا للقمة المحتملة بين الرئيسين. تأتي هذه التصريحات عقب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة إلى إعادة روسيا لمجموعة الدول السبع الكبرى التي تدهورت علاقات بلاده معها لأدنى مستوى منذ سنوات.
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من ألمانيا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة عامين، وتبدأ عضويتهم في الأول من يناير من العام المقبل. وستحل دول المنتخبة محل كل من بوليفيا وكازاخستان وأثيوبيا وهولندا وسويد. تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا حول غزة يوم الأربعاء للتصويت على مشروع قرار يدين استخدام إسرائيل العنف ضد الفلسطينيين. كان أربعة قد استشهدوا وأصيب المئات في مواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة، وتوافد آلاف الفلسطينيين باتجاه الحدود الشرقية للقطاع للمشاركة في مسيرة مليونية القدس ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار إحياء لذكرى نكسة عام 1967. أدان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عمليات القتل ضد الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، وقال منصور إن أعمال العنف التي وقعت أمس على حدود قطاع غزة تؤكد الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين. رسالتي إلى الشعب الفلسطيني إن ما حدث من قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين وإصابة المزيد منهم هو دليل على الحاجة الملحة إلى توفير الحماية، وقلت أننا لن نتراجع عن ذلك. سعينا لمحاولة إيجاد طرق لتوفير الحماية للسكان المدنيين لأنه واجبنا، وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، وهذا هو الشيء الذي يفعله الشعب الفلسطيني بمن فيهم سكان قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة، ونحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا من أجل توفيرها أو المساهمة في توفير الحماية الدولية لهم. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعاون الروسي الإيراني في سوريا بالنجاح مشيرا إلى تحقيق نتائج ملموسة. جاء ذلك خلال لقائه نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث أعرب روحاني خلال اللقاء عن رغبة بلاده في إجراء مزيد من المحادثات مع موسكو بشأن ما وصفه بالانسحاب الأمريكي غير القانوني من الاتفاق النووي الإيراني. قالت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم داعش ينشط فقط في المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمريكية في سوريا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان إن واشنطن قدمت دعما للمعارضة المسلحة بمليارات الدولارات لشراء أسلحة ذهبت غالبيتها إلى جبهة النصرة وداعش، واصفا وضع السوريين في مدينتي التنف والرقة حيث تسيطر القوات الأمريكية عليها بالكارثي. تشهد الساحة السورية تطورات على الساحتين السياسية والعسكرية، وذلك بعد سريان خارطة الطريق الأمريكية التركية لإدارة مدينة منبج وانسحاب المقاتلين الأكراد منها، فيما تتواصل الأعمال القتالية ضد التنظيمات الإرهابية على العديد من الجبهات في سوريا. تطورات سياسية وعسكرية متلاحقة تلقي بظلالها على المشهد السوري الذي تصدره الملف الكردي بعد إعلان وحدات حماية الشعب الكردية سحبها كافة مستشاريها العسكريين من مدينة منبج نتيجة لاتفاق الولايات المتحدة وتركيا على وضع جديد في المدينة الواقعة على الحدود السورية التركية. ففي مدينة منبج بدأ سريان خارطة الطريق دون وجود جدول زمني محدد، حيث يضع الاتفاق إدارة المدينة في قبضة القوات الأمريكية والتركية، فيما جاء انسحاب القوات الكردية بشكل سريع إلى شرق نهر الفرات. ويبدو أن الأكراد في الشمال السوري أصبحوا أكثر استعدادا للحوار مع دمشق بعد تصريحات الرئيس بشار الأسد الأخيرة بفتح الباب أمام المفاوضات، وبعد توصل الولايات المتحدة إلى الاتفاق مع تركيا حول إدارة منبج بشكل مشترك. الاتفاقات الدولية حول الأزمة في سوريا أيضا انتقلت إلى مباحثات رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غراسيموف مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفور، حيث ناقش الطرفان مختلف سبل التسوية في سوريا والعلاقات الثنائية وسبل تفادي الحوادث العرضية بين القوات الروسية والأمريكية على الأراضي السورية. ميدانيا قتلت قوات سوريا الديمقراطية 34 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية لتطهير ريف محافظة الحسكة الواقعة بشمال شرقي سوريا، وتمكنت القوات من السيطرة على قرية مرجانة بمساعدة من القوات الأمريكية والفرنسية. وعلى جبهة أخرى قتل 44 شخصا في غارات جوية استهدفت بلدة زرادنا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا،
فيما نفت وزارة الدفاع الروسية صحة الأنباء التي روجها المرصد السوري لحقوق الإنسان والخوض البيضاء عن مشاركة الطيران الروسي في هذه الغارات. وتسيطر هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا على الجزء الأكبر من محافظة إدلب التي تخضع إلى مناطق خفض التوتر مع تواجد محدود لفصائل أخرى. وقد استعاد الجيش السوري نهاية العام الماضي السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريفها الجنوبي الشرقي. سعيا لتعزيز التواصل بين الطلاب من مختلف الجنسيات والأديان، تنظم هيئة اجتماعية إفطارا جماعيا في خيمة بإحدى حدائق لندن طوال شهر رمضان الكريم. المزيد هنا. مع غروب الشمس يخلع مئات الجوع من المسلمين وغيرهم أحذيتهم ويجلسون معا على الأرض، وذلك لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم. هذا ما يسمى بالإفطار المفتوح الذي تنظمه هيئة اجتماعية في لندن تسمى مشروع خيمة رمضان. يقام الإفطار طوال شهر الصوم في خيمة بإحدى حدائق لندن، حيث تكون الدعوة عامة للجميع دون استثناء. تم تأسيس المشروع في عام 2013 على يد شاب اسمه عمر صلحة، والذي كان طالبا آنذاك. ويهدف عمر من خلال مشروعه إلى تعزيز التواصل بين الطلاب من مختلف الجنسيات والأديان، والذين قدموا من كافة أنحاء العالم للإقامة في العاصمة البريطانية، وذلك حتى يتعرفوا على بعضهم البعض ويكونوا صداقات من خلال تناولهم للإفطار سويا. أرى أن المشروع وسيلة رائعة لاستكشاف التنوع بين سكان لندن، وذلك لأن ما يهمنا في نهاية اليوم أنه عندما نأتي لتناول الإفطار المفتوح نكون جميعا سواسية بغض النظر عن وضعنا الاجتماعي أو عن الوظيفة التي نشغلها، ففي نهاية اليوم يجلس الجميع على الأرض متساوين ويأكلون نفس الوجبة. انتقلت إلى لندن منذ 5 سنوات وافتقدت تناول الإفطار مع الأسرة أو حتى الأصدقاء، لذلك توصلت لهذا الأمر عبر وسائل التواصل وانضممت له في الأسبوع الأول وموجودة هنا منذ ذلك الحين. ولاقت الخيمة إقبالا كبيرا من المسلمين وغير المسلمين، حيث وصل عدد المترددين عليها إلى 400 شخص من سكان لندن. أحب ذلك، فهو جو دافئ وودي، فمن اللطيف أن تجلس إلى جانب شخص لم تقابله مطلقا في حياتك، وعندما تغادر يكون لديك معرفة كبيرة عنه رغم اختلافه بالنسبة لك وانتمائه لديانة أخرى. أرى أن مثل هذه المشاريع مهمة جدا في مدينة كبيرة مثل لندن يعيش الناس بها في عزلة على الأرجح، فشيء كهذا يتيح لهم فرصة للخروج ومقابلة أناس قد لا يلتقونهم في حياتهم العملية أو في الأماكن التي يعتادون الخروج إليها. جدير بالذكر أنه وفقا لآخر بيانات التعداد السكاني، فإن أكثر من 2.5 مليون مسلم يعيشون ببريطانيا الآن، وبالتالي يعتبر الكثيرون أن هذا المشروع هو تحدي ومبادرة جيدة أمام كل ما يشاع عن أي ارتياب أو قلق بين الجاليات المختلفة في بريطانيا في الوقت الراهن. هكذا مشاهدينا الكرام انتهت هذه النشرة، وكان أهم ما بها: السيسي يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل انطلاق مونديال روسيا. رئيس الوزراء المكلف يواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. ووزارة المالية تعلن صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيا الأربعاء المقبل لمناسبة عيد الفطر. في أمان الله.